مع اشتعال حرب الميادين بعد إبعاد مرسي، إلى أين تتجه مصر؟ وهل ينعكس هذا التغيير على سائر بلدان الربيع العربي؟ في ظل تورط حزب الله في سوريا وأحداث عبرة، هل ينجح الحراك السعودي بتدوير الزوايا وإعادة إحياء طاولة الحوار الوطني؟ أستاذ وليد، ملايين بميادين مصر قابلته بالأيام السابقة، ملايين، لوين برأيك رايحين بمصر؟ هل اللي عم بيطالبوا بأن يعود مجددا الرئيس مرسي رح يوصلوا لنتيجة؟ يعني طبعا اللي حصل امبارح بميدان رابعة العدوية وخروج الإخوان المسلمين بمحافظات أخرى بمصر عقد الموضوع، ظهر أنه مش بالبساطة اللي كنا مفكرينها حين يعني أعلن السيسي خريطة الطريق المستقبلية وتم تعيين عدلي منصور إلى ما هنالك. الإخوان متشبثون ببقاء في السلطة. السؤال هو هل هم متشبثون تمهيدا لتسوية ما، أم أنه بدهم يروحوا للآخر مع ما يحكى؟ يعني عم نسمع بكل وسائل الإعلام وبتصريحات تحذيرات أو مخاوف من جزائر أخرى. جزائر أخرى بمعنى أنه حين وصل الإسلاميون بثمانينات للسلطة تم يعني رفض تسلمهم السلطة وصارت حرب. صحيح. طبعا كمان الوضع بمصر مختلف عن الجزائر. الجزائر الخريطة السياسية فيها مختلفة تماما. بمصر في تعددية، في كمية من القوى السياسية، واحد اثنين الإخوان المسلمون استلموا السلطة لمدة أكثر من سنة، يعني ما بيحتسب بس السنة تبع رئاسة مرسي لأنه قبلها أخذوا الأكترية بمجلس الشعب. صحيح. ومجلس الشورى وجربوا، وربما لأنهم جربوا جزء من ال 50.8 ماني ذاكر النسبة بالضبط اللي حصل عليها محمد مرسي للرئاسة، جزء من هودي ال 50.كذا أو ال 51% انفك عن الإخوان المسلمين نتيجة تجربة السنة الماضية. وفشل الإخوان في الإجابة عن كل المشاكل المتراكمة لمصر اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وسياسيا إلى ما هنالك. هذا أدى إلى انفكاك جزء من هذا الجمهور اللي صوت للإخوان المسلمين. يعني قصدك كان في استياء إسلامي حتى من أداء الإسلاميين؟ طبعا طبعا بمصر. يعني شفنا اللافتات بكذا ميدان، وميدان التحرير شفنا اللافتات اللي بتعبر أحيانا كمان بتعبير يعني ربما مش لائقة، انه مثل واحد كاتب كنت حمار لما انتخبتكم والى اخره. ففي عودة عن تأييد الإخوان المسلمين من قبل شريحة لا بأس بها، هي يمكن اللي أضافت هذه الملايين اللي انقال أنها غير مسبوقة واللي أبهرت العالم بعددها ب 30 يونيو. طب يعني لما عم تقول هيدا الشق، يعني في انشقاق اسلامي من الذين صوتوا للرئيس مرسي وهن مشاركتهم افضت الى هذه النتيجه، يعني لا توصلنا للكلام او للخلاصه انه ما بيصير او ما لازم نتخوف من جزائر ثانيه؟ يعني المخاوف قائمه، يعني لانه حتى العدد اللي باقي من الاسلاميين هو عدد كبير ومنه قليل. صحيح، مخاوف قائمه، ولكن انا عم حاول اقول انه يعني صعب مصر تكون نسخه ثانيه عن الجزائر نتيجه اختلاف الخريطه السياسيه والمشهد السياسي في داخلها. واحد اثنين يعني بمصر تاريخ التسويات موجود، مش مثل
الجزائر اللي قائمة سياسي فيها على الانقلابات العسكرية، هاي واحد اثنين، أو على التشدد على حكم العسكر من الأساس. حتى بمصر لما كانوا العسكر يطلع منهم رئيس الجمهورية كان في حدود لدورهم بالسلطة السياسية، كانوا نافذين وقادرين على التأثير على القرارات السياسية، ولكن ليس كما لو أن يعني الجيش يحكم بشكل كامل. بمصر في مؤسسات، بالتالي هذه المؤسسات بداخلها في إمكانية، اللهم إلا إذا كان يعني الإخوان المسلمين مثل ما بيقولوا بده يركبوا راسهم وبدهم لا يواجهوا بالسلاح، هذا مش مبين حتى الآن. بعدين بمصر مش منتشر السلاح مثل ما هو موجود بدول أخرى، ومثل ما عنا نحن هون بالمشرق. وبالتالي لأنه مبارح سمعنا أنه في إطلاق نار منها ببنادق صيد، يعني أنه مش أنه صحيح في سلاح بس مش منتشر مثل ما هو منتشر بغير دول. مثل ما عم بقول يعني المراهنة هي على عراقة المؤسسات المصرية أن تستنبط تسويات. الآن عنا الإخوان المسلمين متمسكين ببقاء مرسي، وفي عدلي منصور المعين من قبل الجيش. شو التسوية؟ بعتقد اليوم بالميادين القيادات السياسية تبع حركة التمرد وتبع جبهة الإنقاذ منهم ظاهرين بالشارع، كأنه انكفأوا إلى المنتديات والغرف المغلقة من أجل الاجتماع وتقييم الوضع، و يعني هذا افتراض ما عندي معلومات يعني. تقييم الوضع من أجل يعني التحدث بالخطوة التالية، شو بدهم يعملوا مقابل طلب محمد بديع من الإخوان المسلمين أن يبقوا في الميادين حتى يعود مرسي إلى الرئاسة. كمان الإخوان المسلمين شو الاقتراح اللي ممكن يقترحوه لنفرض عاد محمد مرسي؟ في واقع صار أنه الرئيس المعين الجديد رئيس محكمة الدستورية العليا حل مجلس الشورى، أخذ قرارات، بده يمهد لدستور جديد لتعيين موعد لانتخابات جديدة إلى ما هنالك، وبده يشكل حكومة. هل ممكن يكون الثمن هو قال مش ثمن يجب أن يشارك المسلمون بأي حياة سياسية الإخوان المسلمين؟ الإخوان المسلمين ممكن يكون الثمن إعطاء منصب رفيع إذا جاز الوصف وهن ممكن يقبلوا، أو برأيك حسب ما حكم بارح المرشد يعني أنه بدنا عودة مرسي إلى السلطة هي هو ولن نقبل بأي بديل؟ يعني في مفاوضات من تحت الطاولة معقول عم بتكون، ولا الميدان بده يضل يتحدث؟ بفترض هذا الشيء أنا مثل ما هيك، مشان هيك عم بقلك أنه يعني ما بيّنوا القيادات الأساسيين اليوم. ربما كل فريق ذهب إلى ربعه لحتى يبحثوا شو بده ينعمل. يعني في بالنهاية ما فيها تبقى مصر بنفق الميادين المتقابلة، لأنه مثل ما شفنا مبارح صارت محاولة لأنه يصطدموا بعضهم. واضح كان في عدد من القتلى مبارح يعني هيك بظرف ساعتين، هيدا شيء بيخوف. برأيك هالشيء ينبئ إلى أنه رايحين لأكثر من الأعمال العدائية ضد بعض، وبالتالي بتصير أعمال هرج ومرج بمصر يلي عم تتحدث حضرتك عن عراءة مؤسساتها، ولكن كمان بواحد من مقالاتك بتحكي أنه حتى المعارضة كانت قاصرة عن إدارة عملية التصحيح وتغيير، يعني ما تلقفت الشيء اللي كان المصري عايش الغبن والقمع بالعهود السابقة. يعني ممكن كمان هالمعارضة اللي هي عم تصير مرة موالات مرة معارضة ما تعرف تمسك زمام اللعبة. المشكلة الأساسية كانت عند المعارضة أنها كانت مشتتة بدون برنامج واضح، بدون اتفاق واضح. أنه لما نزلوا على الرئاسة نزلوا مشتتين، هذا شيء
شتت أصوات الـ يعني من قاموا بالثورة، القوى خلينا نسميها الليبرالية والديمقراطية والقومية والوطنية واليسارية إلى ما هنالك، ما قدرت جمعت حالة بطريقة تسمح لها بأنه تواجه تنظيم الإخوان المسلمين بالانتخابات الرئاسية وقبل التشريعية. يبدو الآن أنه الوضع مختلف شوي، هذا يعني خاضع للامتحان في الأيام القليلة المقبلة. مثلا تسمية رئيس الحكومة يعني اللي يفترض أن يكلفه الرئيس الجديد عدلي منصور، مفروض يتفقوا على رئيس الحكومة، حكى بمحمد البرادعي وعم يحكى بغيره كمان، مفروض يبين هالشيء خلال يعني الأيام القليلة المقبلة. هل برأيك هي انقلاب عسكري مدعومة من الشعب أو انقلاب شعبي مدعوم من العسكر؟ هو البداية الأساس يعني ما فينا ننكر حجم الاعتراض الشعبي قديش كبر. على كان مبرمج ولا كان عفوي برأيك؟ هو تراكم هو تراكم نتيجة السنة والسنة ونص الماضيين اللي خلى الناس تقوم. يعني ما فينا ننكر هذا الشيء. طبعا القصة مركبة، بالنهاية العسكر حموا هؤلاء وكان عندهم برنامج، بس يبدو كمان انه عندهم برنامج هو ردة فعل على برنامج للإخوان المسلمين. يعني في حكي انه يعني كتب وقال انه كان عم بيهيئ محمد مرسي لإقالة عبد الفتاح السيسي وغيره. طبعا يمكن لانه قبل بعشر ايام اوريدي عطى الانذار بانه مفروض نروح على حل سياسي. هلا مساله العسكر، حكما بدون العسكر ما كان ممكن يحصل الذي حصل. هون في مخاوف حقيقيه، ومشان هيك بنطرح السؤال انه هل هو انقلاب عسكري او لا انقلاب شعبي مدعوم من العسكر. ولكن في مخاوف عند الغرب عم تثار، كل الصحف الأجنبية عم تحكي عنها، منها انه لا يجوز انهاء حكم الإخوان المسلمين عن طريق يعني قوة العسكر، لانه هيدا رح يخدن نحو يعني عدم الإيمان من الآن فصاعدا بأنه الانتخابات وصندوق الاقتراع يجب أن تحترم. أن غيرهم لم يحترم صندوق الاقتراع التي أتت بهم إلى الحكم، وبالتالي ليش أنه بده يحترموها؟ هذه واحدة من المخاطر. بالمقابل الجيش أظهر أنه يعني رغم بعض يعني الخطوات اللي أقدم عليها من نوع إلقاء القبض سريعا على قيادات بالإخوان المسلمين من سعد الكتاتني للبيومي لخيرت شاطر إلى آخره، كمان سمح بالتظاهر وقال لن يتصدى للمتظاهرين، وهيدي كمان شغلة مهمة. يعني يعني قديش الموضوع انقلاب عسكري وسيطرة العسكر، مثل ما قلت الأيام المقبلة ستظهر مدى صحة هذا الشيء، لأنه بتبين قديش القوى السياسية رح تخترع تسوية، رح تخترع مخارج سياسية، وخصوصا القوى السياسية اللي بتتشكل من القيادات بجبهة الإنقاذ اللي فيها قيادات مهمة عندها تجربة مهمة، يعني من عمرو موسى لمحمد برادعي لحمدين صباحي لحزب الوفد
إلى ما هنالك، إضافة للشباب وحركة التمرد. ما مشان هون مشان هيك يعني في كان تساؤلات إنه ليش الغرب، هلا حضرتك اعطيت اجابه عن ليش الغرب يمكن عنده بعض التحفظات، ولكن كمان العالم تسال انه كان عم بيغير تاريخ مصر، كان عم يغير صوره مصر الرئيس مرسي طبعا وفريقه السياسي، يعني ليش الغرب لم يهلل الى سقوط هذا الاسلام اللي كاد يغير صوره مصر لو استمر؟ يعني الغرب امرار بيقول انه التطرف الاسلامي يمكن يعني ادى الى انظمه اكثر تطرف، فاليوم حسيناهم وكانهم مستائين من هالخطوة ولم يرحبوا أو لم يهللوا، فشو سر العلاقة بين الإخوان المسلمين والغرب، الولايات المتحدة تحديدا يلي بنشوفها بتخاف من التطرف من جهة ومن جهة تانية بتتحفظ على اللي صار بمصر؟ ولا شك أنه مجيء الإخوان المسلمين إلى الحكم في مصر وقبله في تونس يعني خلى أمريكا تعمل تسويات معهم في شيء صار بالعلاقة مع الإخوان المسلمين بمصر. الأمريكان ارتاحوا للالتزامات اللي قدموها الإخوان المسلمين فيما خص عدد من الأمور، وارتاحوا للأدوار اللي لعبوها بعدم محطات منها حرب غزة الأخيرة، والتزامهم بمعاهدة كامب ديفيد، بموضوع أمن إسرائيل إلى ما هنالك. هذه مسائل أساسية. الشغلة الثانية اللي ممكن واحد يعني يقولها هذه يعني للمراقبة في كمان الفترة المقبلة، الأمريكان صايرين مش مهتمين بالمنطقة، صايرين يعني مثل ما عم بيقولوا انه اللي بيمشي الحال يعني ضمن تحت سقف معين منها مصالح اسرائيل ما بيعملوا مشكله، ما منهم مستعدين انه يكون عندهم انخراط بالوضع السياسي لدول حتى لو كانت دول محوريه ومهمه واساسيه يعني تلعب دور أساسي بتقرير سياسات المنطقة، حتى لو كانت بهذه الأهمية. ما إدارة أوباما من بجو أنه تنخرط يعني تدخلات وسياسات يعني هيك مباشرة. ليه؟ لأنه فشلت بالسابق بعد تدخلها بالعراق مثلا؟ لأنه الأمريكان همومهم بمكان آخر، همومهم وضعهم الاقتصادي الداخلي، اثنين الشيء اللي بيسموه هذه النقلة الدبلوماسية الاستراتيجية للاهتمام بالمحيط الهادي والصين، اهتمام بالصين من زاويتين، من الزاوية التجارية الاقتصادية والمنافع المالية بالعلاقة مع منطقة المحيط الهادي، من جهة تانية من زاوية العسكرية وتعزيز التواجد العسكري الأمريكي تحسبا للمستقبل بهذه المنطقة. صاروا بدنيا اخرى مثل ما يعني بيقولوا صاروا بقاره اخرى الامريكان من هيدي الزاويه، بالتالي هيدا بياثر على رؤيتهم لمشاكل المنطقه. بيستندوا لمبدأين بعد يعني الخبرة هيك بيقولوا بعد لحديت هلا في التعاطي مع مشاكل المنطقه، امن اسرائيل، امن النفط. أستاذ وليد، تكتب بمقالتك التغيير في مصر ثلاث نقط سوريا: لم يكن الإخوان المسلمون في مصر وحدهم الذين أثبتوا فشلهم في الانتقال إلى نظام جديد، بل إن أقرانهم في تونس والمغرب وأشباههم في ليبيا لم يكونوا أحسن حالا، مع أنه لكل من هالدول دينامية داخلية، طبعا مصر عندها وضعية مختلفة. ولكن يعني لما أجى الربيع العربي تونس طبعا استلم كمان الحكم فيها أشباههم، وصلنا على مصر، هل للعودة إلى الوراء بمصر ممكن كمان يدحرج الحجر إلى الخلف بتونس وبليبيا يعني بكل الأنظمة اللي شهدت تغييرات؟ لابد أنه يأثر. هلأ إذا بيحصل مثل ما حاصل الآن بمصر ما بعتقد، بس كمان شهدنا بتونس ما يمكن أن نسميه مقاومة المجتمع المدني للإجراءات والسياسات اللي بيحاولوا يتبعوها الإخوان المسلمين
يعني حزب النهضة بحركة النهضة بالحكم، ورأينا فشل للحكومة أول حكومة والصعوبات اللي يعني رافقت تشكيل الحكومة الجديدة، الحكومة الثانية تبع اللي بيرأسها العريض. وبالتالي كمان رأينا أن جزء من الجمهور بتونس اللي هو كمان عنده عراقة بالعلمانية بالتحرر، لسيما تحرر المرأة بالانفتاح على الغرب وعلى الثقافة الغربية، رأينا انفكاك جزء من هذا الجمهور اللي يعني قال ساهم بالثورة عم يرجع يترجع، ساهم بالثورة وساهم بوصول الإخوان المسلمين وقال خلينا نجربهم. يعني يا ما مسموعة هيدي الكلمة أنه من قوى ليبرالية أو قوى أحيانا يسارية، حتى طبعا يسار خاض المعركة بتونس ضد الإخوان المسلمين سواء من انتخابات النيابية أو من انتخابات رئاسية، ولكن يا ما سمعنا من قوى يعني ليست إسلامية بهذه الدول الكلمة اللي بتقول خلينا نجربهم. وبتونس بعد ما جربوهم في جزء من هذا الجمهور انفك عنهم، وهذا حصل أيضا، هذا ما حصل بمصر يعني هذا سبب ما حصل في مصر من زاوية هذه الحشود الضخمة غير المسبوقة اللي شفناها. يعني أحدهم بيكتب على تويتر أنه مرسي قدر يعمل ما عجز عنه رؤساء كثر في عشرات السنين، هو أنه يفرجي يعني هو قال غبا بحطة بين مزدوجين الإخوان، أو خلينا نقول فشل الإخوان إذا بدنا نلطفها أكثر. يعني منوافق هالنظرية، هي مسألة الاستئثار عند الإخوان المسلمين. شوف الإخوان المسلمين، خلينا نرجع شوي بالذاكرة لورا، أول سقوط، أول نجاح لثورة 25 يناير وسقوط مبارك، ولما بلش الحكي بالعملية السياسية لتنظيم وضع مصر من بعد سقوط مبارك، أعلن الإخوان المسلمين أنه هن ما رح يترشحوا للرئاسة. صحيح. وإذ رجعوا ترشحوا للرئاسة أعلنوا أنه بدهم يجيبوا حكومة من كل الأطراف. طبعا جاب يعني اجت حكومة فيها كل الأطراف، ولكن كمان رئيس حكومة من الإخوان، مواقع الحساسة منه. هون يعني في مسألة الاستئثار بالسلطة، هي يعني عنصر أساسي من عناصر الانقلاب، جزء من الجمهور عليهم، فضلا عن أنه بمصر اللي فيها كمية من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والأمنية اللي تحتاج إلى حلول، لم يقدموا فيها أي حلول. وهذا كان يعني على كل حال اعترف مرسي بآخر خطاب أنه في مطر، انه في فشلنا في بعض المطار، يعني شلنا ما قبل حتى يغير يعني بالاوقات الاخيره. يحكى انه بقمه الثمانيه بالجي 8 فلاديمير بوتين بيستعرض انه هدول اللي وصلتوهم على الحكم، بيعطي شروحات منهم بيحكي عن مصر. هل برايك هالكلام هيدا للرئيس الروسي ساهم وسرع بطريقه او باخرى انه يزاح الاخوان المسلمين من مصر، ويمكن راح تكر السبحه؟ وهل هذا بنفس الوقت يسرع من العمليه بسوريا؟ يعني اذا طمأنوا لفلاديمير بوتين انه مش الاخوان او المتطرفين راح يستلموا، ممكن يسرع؟ في عندي سؤالين بقلب هالسؤال. انا ما بعتقد انه يعني كلام بوتين اثر ب يعني التغيير بمصر. خلينا يعني نكون واضحين بانه يعني قصدي انا انه ما نغلط باكتشاف ارضيه هذا التغيير الذي حصل. الارضيه هي ارضيه شعبيه، الاساس هو تحرك الشعبي ضد الاخوان المسلمين، واللي هو عم يعني وصوله الى هذه الذروه جاء نتيجه تراكم خلال السنه الماضيه. يعني ما ننسى تحركات العديدة اللي حصلت ضد الإخوان المسلمين، نزلة إلى الشارع عدة مرات حصلت. صحيح. بالسنة الماضية، يعني هذا كله ما منه معزول
عن التحرك الأخير. صحيح. وبالتالي أنا ما بعتقد أنه في تأثير لأي دولة في هذا التحرك. حتى ربما يكون لشريحة من هؤلاء من هذه الجماهير التي تحركت واحد من دوافعها أنه الأمريكان دعموا الإسلاميين الإخوان المسلمين وأنه بالتالي يعني ردة فعل يعني ممكن يعني تكون ردة فعل ولكن الأساس هو مشاكل مصر الداخلية الاجتماعية والاقتصادية مثل ما لما انثاروا على مبارك وصاروا يقولوا عايشين عيش وعايشين خبز وإلى ما هنا وعايشين وظائف وإلى آخره وعايشين كاز وعايزين كاز يعني حاجات المجتمع المصري ساهمت مساهمة أساسية بهذه الحركة مش مواقف الدول. هل هذا الشيء بده يغير من مواقف بوتين وروسيا حيال سوريا؟ بستبعد لأنه الموقف الروسي مثل موقف النظام السوري نسخة طبق الأصل. خلفية الموقف الروسي هي مصالح روسيا في المنطقة وفي العلاقة مع تقاسم النفوذ مع الولايات المتحدة الأمريكية والملفات كلها اللي عالقة بين القوتين العظميين واللي الروس جايين يقولوا انه انطلاقا من ما يحصل في سوريا لن نسلم لكم من الآن فصاعدا بأنه أنتم بتقرروا ونحن بنمشي وراكم بكل الملفات. عم بيعطوا سوريا مثل بأنه بكل الملفات نحن قلنا رأينا مطرح ما يعني قلنا حصة بدنا حصتنا ومطرح ما قلنا يعني حلفاء بدنا نحافظ عليهم إلى آخره إلى آخره بكل الملفات من موضوع أوروبا الشرقية والأمن في أوروبا الشرقية إلى موضوع كوريا الشمالية والعلاقة مع الصين والنفوذ وذهاب الولايات المتحدة الأمريكية إلى تعزيز نفوذها بمنطقة المحيط الهادئ إلى وصولا إلى سوريا ويمكن بلبنان يعني حتى الزموقة الصغير اللي اسمها لبنان كمان يمكن هذا يمكن يحصل. وبالتالي الغطاء تبع هذه الرغبة بالعودة اللي لعب دور بأنه نحن مصالحنا بنتمسك فيها عم بيستخدم غطاء لها موضوع الخوف تخويف من الإسلاميين. ربما يعني الحكم الروسي كمان عنده مخاوف من الإسلاميين أنه إذا ربحوا أو نجحوا بسوريا وغير سوريا هالشي يتأثروا الشيشانيين فيه ويتأثروا الإسلاميين الشيشان بالاتحاد الروسي في 30 مليون مسلم عمليا وبالتالي عندهم هذه المخاوف. بس هذا غطاء لموقف أبعد من ذلك بكثير وبيشبه الموقف اللي أخده الرئيس السوري واللي قال فيه انه هيدي هزيمه لسقوط الاسلام السياسي هزيمه للاسلام السياسي ويعني على كل حال اذا كانت سقوط للاسلام هل اذا كان سقوط هو يسرع من العمليه في سوريا او يعقدها اكثر؟ يعني هون عمليا الرئيس السوري اذا اعترف انه سقوط للاسلام السياسي معناته الشعب عم ينتفض حتى على الاسلام السياسي ما بقى في خوف انه بسوريا يستلم الاسلام السياسي وان استلم راح يكتشف الشعب انه مش هيدا اللي بده اياه ويرجع يثور عليه. يعني ممكن تسرع العمليه شوي هذا شيء بتوقف على الموقف الغربي بس الموقف الغربي كمان عم يتحجج بموضوع الإسلام السياسي والمتطرفين بسوريا إذا بدك تأخير الحسم أو دعم تأخير دعم الحسم تأخير دعم يعني الحل السياسي اللي بيؤدي لحكومة انتقالية وإلى انتقال بالسلطة السياسية كمان عم يخدع حجة
الغرب مبسوط لأنه مرتاح لأنه الأصوليين عم بيستنزفوا بسوريا، مبسوط لأنه إيران عم تستنزف بسوريا، لأنه حزب الله عم بيقاتل الآن بسوريا وعم بيستنزف فيها، وقاعد عم بتفرج ناطر النتيجة. قد يعني يرسل أو يجيز إرسال، مش هو بيرسل، بعض الأسلحة النوعية لما بيشعر أنه التوازن قد يختل كثيراً لمصلحة النظام بسبب الدعم الإيراني ودعم حزب الله للنظام مؤخراً بالعمليات العسكرية، قد يعني يرسل بعض الأسلحة أو يباط لدول عربية أنه ترسل بعض الأسلحة، بس بهدف منع الإخلال الفاضح بالتوازن. إلا إذا كمان يمكن يكون هدفه أنه إقامة مناطق نفوذ وبالتالي تقسيم سوريا لفترة من الزمن. لأنه كمان بواحد من مقالاتك بتقول تم تكبير حجم جبهة النصرة، وصار في يعني أول الثورة صار في مساعدة على الخروج حتى من السجون لحتى اللي يكبروا هالخوف يعني، وكان عددهم بتقول حضرتك ما قال كان 80 منه أكتر، 86 واحد كانوا بإحدى البلدات بإدلب. صحيح. يعني هناك من يعرف بالتفصيل يعني وضعهم كيف كان وكيف العشرات، يعني ليس الغرب مدرك انه هالقد عم يكبروا لهم حجمهم بس لحتى يكبروا قصة، مع انه نحن النظام السوري عم نحارب الارهابيين مثل ما كتبت بمقالك، وكمان بتقول في 100,000 قتيل على الاقل، يعني هذا كمان ما بيعني له للغرب انه بيتصارعوا الاصوليين ماشي الحال، بس ان عمليا حجم صغير وعدد القتلى من المدنيين كتير كبير، يعني ما عم يعني شيء للغرب هيدا. الغرب يعني بيعني من زاوية اللي حكينا عنها مؤخرا بأنه مرتاح ومنشرح لأنه الأصوليين والإسلاميين متشددين يتدفقون على سوريا ويقاتلون فيها ويقتلون فيها ويستنزفون فيها، بدلا من أنه يعني يتوجهوا نحو دول الغرب ونحو دول أوروبا. وفي المعلومات اللي منشورة أنه كيف كم واحد من بلجيكا إجاك، 200 واحد من فرنسا، نعم يعتمد نظرية مقبرة الإرهاب والأصولية. فمن هذه الزاوية الغرب يعني هي أولوية بالنسبة له. عظيم. خلينا نتوقف مع فاصل إعلاني ونرجع نفوت على الشق اللبناني. فاصل إعلاني ونتابع. نتابع الحوار مع الكاتب السياسي ومسؤول الصفحة اللبنانية في صحيفة الحياة وليد شقير. أستاذ وليد، بالكلام أيضا عن الإسلاميين بس بدي أنتقل على لبنان، عن ما حصل في عبرة والأسير، كمان بتقول أنه يمكن كبروا شوي حجم الشيخ أحمد الأسير، وإذا كان كذلك لماذا ومن المستفيد؟ يعني شوفي، رقبنا نحن كصحفيين من سنة وشوي قديش كان يطلع الشيخ أحمد الأسير على وسائل الإعلام، وكيف شو كان ينكتب عنه، وشو كانت المواقف من بعض السياسيين بقوة 8 أذار حيال موضوع الشيخ أحمد الأسير. كان في بعض وسائل الإعلام وبعض قوة 8 أذار مبسوطة فيه من زاوية أنه هيدا دليل على تراجع نفوذ تيار المستقبل ضمن السنة، وأنه يعني لم يعد تيار المستقبل عنده الأرجحية، وعم تنبت زعامات أخرى على يساره ويمينه إلى ما هنالك. هيدا في بعض الناس انطربوا له، و حتى البعض كان يشجع على انه يطلع على بعض وسائل الاعلام، وبعض وسائل الاعلام انبسطت فيه. كانت خطه مرسومه برايك؟ يعني كان خلينا ما بدنا نقول خطه مرسومه، بس يعني كان في هذا المود، هذا المزاج السياسي عند بعض الناس انه ظهوره واظهاره
يعني بيساعد على ترويج نظرية أنه تيار المستقبل منه قادر يكون هو الكفة الراجحة في الطائفة السنية. وهذا كان في يعني خلينا نقول شغل عليه مش بس هون على الشيخ الأسير عليه وعلى غيره. كان في إلى حد ما أبطباط لإله حتى يعني يتحرك ويتصرف. وربما لأنه كان فيها الأبطباط سياسيا بعض الأمن ما كتير كان متحمس أنه يوضع حد لإله بالمرحلة الأولى. يعني بتأيد الرئيس سنيورا اللي قال مبارح هو نتاج حزب الله الشيخ أحمد الأسير، يعني أو هو صانعه أو أنه حالة حزب الله خلقت حالة الأسير وتنتركت. ربما التفسير الثاني أنه حالة حزب الله بمعنى السلاح، وجود السلاح، وأنه هذا ردة فعل. ربما هذا الشيء صحيح. على كل حال هو الأسير كان يقول يعني كان عم بيركز كل هجومه على حزب الله وسلاح حزب الله، ولكن يعني إذا كان في أبطباط من بعض القوى اللي كان عندها هدف تاني آخر مختلف تماما عن أنه يوقف بوجه حزب الله إلى ما هنالك، هذه القوى ما انتبهت أنه كمان هيك نوع من يعني التوجهات بيوصل لمطرح صعب ضبطه. وهذا اللي صار، صعب ضبط أحمد الأسير يعني، وتجاوز الحدود في مخاطبته للسيد نصر الله وللرئيس نبيه بري. وفي كلامه حتى عن حزب الله، حتى الرئيسين فؤاد سنيورة وسعد الحريري طلع له إلى آخره. وكمان يعني صار يهاجم الرئيس سعد الحريري ورئيس سنيورة، وصار يتهمهم بأنه أنتوا يعني خوفانين ورايحين وقاعدين برا وإلى ما هنالك. فالقوى اللي أبت باط لأنه هيدا بينافس تيار المستقبل، بعدين اكتشفت أنه هيدا خرج عن السيطرة، وبالتالي يعني دعمت ما حصل من وضع حد لظاهرته. هل برأيك اجت الساعة اللي أخذوا فيها القرار أنه اليوم يجب الانتهاء من حالة شيخ أحمد الأسير، أو كان الهدف من اللي حصل بعبرة أبعد من شيخ الأسير والبعض قرأ فيها أو قال أنه هي معركة التمديد لقائد الجيش، والتبرير كان أنه وينه شيخ الأسير وقدر يهرب؟ يعني رجع ذكرنا بنهر البارد يلي أنه تب شاكر العبسي هرب وبالآخر ما عاد حدا يحكي بشاكر العبسي. أنه شو بتقرأ أنت بمعركة عبرة؟ يعني شوفي، معركة عبرة مثل ما أظهرت التفاف حول الجيش وحرص على دعم الجيش مهما كان الثمن، أظهرت كمان أنه وهذا الدعم خصوصا إجا بشكل أساسي يعني من الرئيس الحريري لما يعني طلب التمديد للقهوة جدا، لما التنين لا قبل موضوع المطالبة بالتمديد، قبل لما التنين قال أنه يعني دعا أنصار المستقبل أنه ما يقطعوا الطرقات وأنه يأيدوا الجيش. صحيح. الجانب اللي بتعلق بالتمديد للجنرال القهوجي ما بعتقد كان من ضمن حسابات المعركة. من بعده صار الحكي بالموضوع، من بعد المعركة ونتائجها صار الحكي بالموضوع، ولكن الاشتباكات والصدامات اللي حصلت لم تكن من ضمن هذا الحساب. ربما يعني بالعكس الأشياء اللي رافقت المعركة من كلام عن مشاركة حزب الله وانتشاره، من كلام عن دور سرايا المقاومة إلى ما هنالك، تعطي بعد آخر للموضوع وطرحت تساؤلات حول كيف سمح الجيش بذلك. ربما بالعكس يمكن تأخر أو تكون حجة
مقابلة لحجة الذين يدعون إلى التمديد. وبالتالي يعني ما فينا نقول إنه المعركة حصلت ومن ضمن حسابات التمديد. موضوع التمديد إجا لاحقا بسبب موضوع الجلسة. في جانب تاني هو إنه ما رافق الاشتباكات زاد على شعور السني بصيدا بالضغط ويعني الاستضعاف، زاد يعني هذا الشعور نتيجة انه والله سمح لميليشيات اخرى بانه تستغل تحرك الجيش لمواجهة لرد على جريمة قتل العسكريين، استغلت هذا التحرك وقامت هي بتحرك آخر على حسابها. هو اللي يعني الآن مثلا القيادة بصيدا عم تعترض عليه، عم تطلب معالجة ذيوله وعم تطلب توضيحات عليه. لماذا سمح الجيش اللبناني برأيك لأطراف أخرى بأنه تلعب دور بهالمعركة إن كان بشكل مباشر أو غير مباشر؟ يعني في ناس بتنفي ولكن في ناس بتأكد، بس برأيك لماذا الجيش سمح أو ما كان قادر يضبط كل اللعبة؟ يمكن أنه الجيش فوجئ في هذا، واحد من التفسيرات أنه فوجئ بالمعركة ولم يكن قادرا على ضبط كل شيء، وبالتالي اجوا يعني الميليشيات الأخرى استفادوا من الظرف وتحركوا وبيقولوا اعتقلوا ناس وفاتوا على منازل وإلى آخره، وانتشروا بمجد اليون يعني بمحيط مجد اليون. هذه الأطراف عندها حسابات سياسية مختلفة، ربما أرادت كمان أنه تبعت برسائل إلى القوى إلى الخصوم بأنه نحن قادرين نتحرك، مش بس يعني ندعم تحرك بوجه الأسير، نحن قادرين كمان نتحرك بوجهكم أنتم في صيدا وفي غير صيدا، لأنه البعض بيقول أنه في مني 7 أيار حصل كمان بصيدا يعني. صحيح. فحتى البعض بيقول أنه لا مش مني، ماشي أكبر. ولكن على كل حال هيدا يعني طبعا حزب الله نفى وأعطى تفسيرات. صحيح. وقال إنه أطلق النار على يعني مناطق نحن فيها ولذلك انتشرنا تحسبا. لا، قال إنه في 3 أو 4 قتلوا جراء أطلاق النار بالضبط على مكان وجودهم يعني. نعم. بس هذا موضوع مفتوح، ثبت بعد أحداث صيدا أنه موضوع مفتوح، وثبت أنه بالإضافة إلى تغطية كل الأطراف للانتهاء من هذه الظاهرة، هناك شيء ما حصل، هناك غلط ما حصل. بعد ما توضح هاي المشكلة. ولا مرة بلبنان بيتوضح شيء، كمان مشكلة. يمكن ما يتوضح، بس يعني بالنهاية يعني الناس رح تعرف. يعني هل برأيك في جمهور ما زال متعاطف مع الشيخ الأسير أو كتر أو نقص؟ سمعنا في تسجيل صوتي أغلب الظن إنه منه مركب، أغلب الظن ما بقدر أجزم. إجا ليلة الخميس الجمعة ما شفنا كتير مظاهرات بالطرقات، مع على الرغم من إنه هو طالب، وقبل بجمعة كان في أسبوع تضامن مع الشيخ الأسير. كيف كمان بتقرأ إنه بعده عم يعمل رسائل؟ وتشرح لي إذا فيها هالقد بعد تضامن وتعاطف معه ولا لا؟ يعني ثبت مظاهرات مبارح اللي كان دعا إلى تسجيل الصوتي، ما في تجاوب مهم، وأنه عشرات ومحصورين كانوا ب هالناس اللي كانت تتردد على مسجد بلال بن رباح، وكانوا يتعاطفوا مع الشيخ الأسير بطروحاته وبأحد الأحزاب الإسلامية الصغيرة اللي تحرك بطرابلس وبطريق جديدة، مجموعة شباب اللي تحركوا. أما صيدا، الجمهور الصيداوي ما تحرك،
وهذا دليل على أنه جمهور الصيداوي يعني جمهور معتدل منه مع التطرف، على رغم أنه بوسط هذا الجمهور الآن هناك نوع من احتقان، نوع من إحباط بسبب هول ما حصل والخسائر الكبرى التي حصلت، اللي بيعتبروا فيها القادة الصيدويين أنه حصلت نتيجة إما التدخلات الميليشيا الأخرى وهن عم يتهموا حزب الله، إما نتيجة أنه الجيش فوجئ وبالتالي ما قدر يعني يتعامل مع مسلحي أحمد الأسير بالشكل اللي يعني بيأمن أقل قدر من الخسائر. هل تعتبر أستاذ وليد أنه مسارعة الرئيس سعد الحريري إلى مطالبة بتمديد للعماد أهوجي ليلة التنين هي عم تأزم الوضع أكثر بين القادة السياسيين بالبلد، تحديدا مع العماد ميشيل عون يلي رد عليه بأنه مش أنت بتنقي المراكز، يعني الشخصيات اللي بدها تتبوأ مراكز مسيحية؟ هل هي عم تفاقم الوضع والعلاقات بين الأطراف والشخصيات السياسية بالبلد؟ ولماذا سارع الرئيس الحريري؟ هل هي يعني دعسة ناقصة عملها ولا لا كان لازم يعملها؟ يعني ما بعرف شو الحسابات ليش بهذا، بس موضوع الجنرال أهوجي والتمديد له مطروح من قبل صيدا ومطروح بعد صيدا، يعني وسواء حكى فيه رئيس سعد الحريري بتلك الليلة أم لم يحكي فيه، فموضوع مطروح. بس كل موضوع عم بينطرح هلأ بالبلد بسبب اتساع شقة الانقسام السياسي عم بيسبب مشكلة. يعني إذا موضوع التمديد للجنرال أهوجي سبب مشكلة بين التيار الوطني الحر وبين المستقبل الآن، في موضوع تاني، أي موضوع بينطرح هلأ، أي موضوع حتى الجلسة التشريعية، الجلسة التشريعية عم تسبب مشكلة بين رئيس المجلس ورئيس حكومة تصريف الأعمال، كل موضوع عم بينطرح بسبب الانقسام السياسي رح يتسبب بمشكلة. لوين وصلنا الانقسام بسبب السياسي؟ بسبب هذا الانقسام اللي هو انقسام، يعني خلينا يعني نرجع للسبب الأساسي، سببه الانقسام على الأزمة السورية وعلى طريق التعاطي مع الأزمة السورية، وبالتالي حاول موضوع السلاح وحاول موضوع الدور ضمن بالسلطة السياسية والقرار لمن بالسلطة السياسية في ظل أي توجه على الصعيد الإقليمي إلى ما هنالك، كل هيدي يعني انقسام اليوم رح يوصل للفراغ إذا ما اتفقوا على التمديد أو ما في حكومة تعين قائد جيش جديد رئيس أركان، انقسام عم يوصلنا على الفراغ من حيث المبدأ. مثل ما هي الأمور وفقا للمتابعات نحن وياك وغيرنا من الزملاء، يعني أنا ماني شايف في مخارج، على رغم أنه البعض يعني بيضل يترك باب ضاو بأنه في إمكانية لمخارج، أنه هيدي خطوات الانفتاح اللي بيشوفها رغم يعني الجانب الآخر المقفل من العملية السياسية، أنه ممكن هيدي تأدي لمخارج او لا يعني حلول وسط، رغم انه البعض بيعتبر انه الوضع الاقليمي ممكن ما رح يضل بهذا الشكل، رايحين على شويه خلط اوراق ام بسبب ما يحصل في مصر، او يعني في جانب منه شيء اللي قلتيه انه بعض الدول يمكن تغير رايها بمساله دعم الثوره السوريه، طالما انه في اكتريه اخرى شعبيه منا بالضروره مع الاسلاميين او الاسلام السياسي. في كمان مساله انه بده يعطى شويه وقت ل الرئيس الإيراني الجديد دكتور الشيخ حسن روحاني لحتى
يعني تظهر سياسته الخارجية، واللي هو قال بعد انتخابه أنه أحد عناصرها الانفتاح على المملكة العربية السعودية. يعني كله هذا تكهنات بس بلبنان. أنا يعني أنا عم بقول هيدول حتى حتى ما نضل عند النقطة اللي قلتها بالأول واللي قلت فيها أنه لما نتابع نحن وياكي والزملاء شو عم بيصير، يعني بتبين أنه مسكرة. مسكرة. هل تحرك السفير السعودي هو لفتح قوة بالجدار المسدود مثل ما عم نقول أنه مسكرة؟ ليه هالتحرك اليوم باتجاه خصوم بالسياسة، يعني أشد الخصوم مع تيار المستقبل اللي هو الأقرب للمملكة؟ شو بجعبته كان السفير السعودي؟ يعني أول شيء خلينا نقول أنه في الظرف اللي عم يمر في الموقع السياسي للتيار الوطني الحر حاليا، واللي عم بياخدوا على اختلافات عم تتراكم مع حلفائه، سواء بالنسبة للتمديد للمجلس النيابي، التمديد لقائد الجيش، وفي عدد من المسائل، الإحراج اللي سبب له إياه المشاركة العلنية والواضحة لحزب الله في المعارك في سوريا، واللي عبر عن أنه نحن هذه مش متفاهمين عليها، لأنه التفاهم بين التيار والحزب ما بينص على هالشيء، أنه المقاومة وجه العدوان الإسرائيلي. في وضعية التيار بسبب هذه العوامل اللي عددناها وغيرها، يعني والشبيهة مثلها من الاختلافات والخلافات هاي، عم تخلي التيار يطلق إشارات ورغبة بالانفتاح على قوى منها المملكة العربية السعودية، لأنه إذا في تبدل بالوضع الإقليمي من جهة، يعني مفروض يحضر حاله، هذا إذا في تبدل. بس الأهم، وهذا شيء قال بعتقد بالاجتماعات مع السفير السعودي وقالوا الجنرال عون يوم الثلاثاء الماضي، بأنه نحن عنا 350 ألف لبناني بالمملكة العربية السعودية، وعنا قدهم بدول الخليج. هذا الكلام الحرفي اللي قاله. و يعني أنا بعتقد أنه الأساس بفهم موقف العماد عون بالانفتاح على المملكة العربية السعودية هو هذا الموضوع، والعوامل الأخرى اللي ذكرناها هي عوامل مساعدة، بس هذا الأساس. لأنه بالمعلومات والمعطيات المتداولة أنه أنصار الجنرال عون الموجودين في هذه الدول حكوا معه وقالوا له أنه القرارات اللي أعلن مجلس التعاون الخليجي عن نيته اتخاذها تجاه المنتسبين لحزب الله ومن يدعمون حزب الله، هيدي ممكن تطال يعني لبنانيين آخرين، وبالتالي ممكن تطال حلفاء، وهذا يجب تجنبه. وأنا بعتقد أنه مش بعتقد في المعلومات بتقول أنه الجنرال عون أخذ هذا الشيء بعين الاعتبار بقوة، وإلا لما كان صرح به يوم الثلاثاء الماضي بعد اجتماع تكتل اللي حصل. هذا إذن السبب الأساسي. هل كان في نية لإرسال رسائل لحزب الله؟ لأنه مثل ما تفضلت وعددتهم، يعني مشي بعكسه بالتمديد، وقد واضح أنه بده يمشي أيضا بعكسه بالتمديد للعماد أهوجي، وهلما جرى يعني هالأمور، يعني في رسائل للحزب ولا لا؟ ما هالقد نروح بعيد؟ في رسائل للحزب، بس مش معروف أنه يعني لتصل إلى أي مدى. في رسائل للحزب عم بهذا الانفتاح، بخطوات الانفتاح هيدي عم بيدعي فيها للحزب انه ياخذ موقفه بعين الاعتبار، مش انه يتجاهل موقفه. واحد اثنين، في كمان جانب اخر لازم حتى، يعني لانه دغري نحن بنقفز الى بعض الاستنتاجات من نوع انه
عم بيتموضع تموضع آخر. شفنا السفيرين السوري والإيراني كيف راحوا لعنده وخرجوا بانطباع آخر. على الأقل هذا الانطباع اللي هن أعطوه بأنه الجنرال عون بعده على موقفه من المسائل الأساسية بالتحالف مع سوريا والمقاومة وبالموقف بسوريا والمقاومة. في شيء إضافي على شيء، إذا الجنرال عون بده يتموضع تموضع جديد، وين بده يروح؟ بده يتحالف مع 14 أذار؟ يعني ما رح يقدر يغير بهذه السرعة، ولا هن مرحبين فيه بهالسرعة، ولا هن بعتقد رح يرحبوا فيه بالسرعة. هذه من جهة، من جهة تانية رح ياخد موقع وسطي. شو مع مين بده يتحالف؟ مع وليد جملاط، مع رئيس الجمهورية؟ بعتقد انه عم بياخد وضعية تتيح له، خلينا نقول على الطريقة اللبنانية، التعامل على قطعة مع الوضع السياسي بهذا الموضوع. إذا مصلحتي أمشي مع هذا الطرف بمشي مع هذا الطرف، بهذاك الموضوع إذا مصلحتي لا يعني ضلني مع حلفائي ضلني مع حلفائي. وعلى كل حال كمان الانتخابات النيابية بعيدة بعيدة. خلينا نختم بملف الحكومة. الوزير وائل بوفعور عاد من عم بسألك، هل عاد من السعودية بخيبة إنه الرئيس سعد الحريري ومن وراءه يعني ومن معه أيضا منه الراغبين مع كل ما عم يحصل بالبلد إنه يفوتوا بحكومة فيها حزب الله أو حتى أعطاه الثلث المعطل، وبالتالي لن يتمكن الرئيس تمام سلام إنه يكلف إنه يألف أو رح يألف وبس يعني ما بتنال الحكومة الثقة؟ لا، وين رايح ملف الحكومة بحسب معلوماتك؟ يعني لحديت هلأ من المواقف اللي معلنة واضحة بغض النظر عن شو يتداول من معلومات ويكتب وإلى ما هنالك، مواقف المعلنة واضحة، يعني موقف رئيس تمام سلام واضح أنه أنا متمسك بثلاث منات، موقف حزب الله أنه نحن ما بنقبل بثلاث منات. يعني في الصيغة اللي طرحها أو حملها الوزير وفعور 9-9-6، 9-8 أدار، 9-14 أدار، 6-للوسطيين، يعني وقال إنه أو قيل إنه رئيس سعد الحريري مش رغبان فيها، يعني مش رغبان أعطاء الثلث المعطل لثمانية أدار. ما بعرف إذا حمل هيك صيغة ما بعرف إذا حمل هيك صيغة. أنا بعرف إنه يعني النائب جنبلاط هيك بعرف من محيطه إنه عم بيتجنب يطرح صيغ، لأنه هذا قفز فوق دور رئيس الحكومة. أنه كيف ممكن يطرح صيغة إذا هذا الموقف، إذا هاي القاعدة أنه ما بينطرح صيغة بدون تفاهم مع رئيس الحكومة، فكيف ممكن يطرح صيغة هيك صيغة ورئيس الحكومة متمسك بثلاث منات؟ يعني هلأ ممكن يعني الحزب الاشتراكي بيبحث عن صيغة لأنه طيب خلينا تمثيل حزب الله مباشرة، بالتالي حكومة حزبيين وليست حكومة من الحياديين، من جميع يعني حياديين عن جميع الأطراف، وبالتالي لا حزبيين من جميع الأطراف. ممكن يكون عم بيطرح هذا المبدأ لأنه حزب الله متمسك للخروج من الأنباس الموجودين فيها، انه فليمثل حزب الله ونشوف. ربما يعني من اجل طمأنة حزب الله بانه ليس المطلوب اقصاؤه بالوقت، رغم انه الاخرين عم بيقولوا انه مش موضوع اقصاء حزب الله، الكل ما راح يكونوا مستقبل، ما راح يكون الحزب، مش راح يكون امل، ما راح تكون التيار الوطني، انه راح ينقي بالتعاون مع الأطراف أصدقاء لهؤلاء الأطراف الرئيس مكلف. أستاذ وليد، خلص وقتنا، شكرا لحضورك معنا. مشاهدينا شكرا للمتابعة، تابعوا دائما أخبار الام تي في عبر تويتر وفيسبوك وعبر موقعنا الإلكتروني mtv.com.lb. إلى اللقاء.